والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكم
لا إله إلا الله 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 لا إله Allah.
عليك عليك. كلام شيخ مولانا محمد أمين الجيلاني, beliau adalah seorang tokoh guru besar dari negara Lebanon. Beliau adalah keturunan dari Syekh Abdul Jailani ya, yang ke-25. Sahih ya, Syekh? Naam. 25. Syekh Abdul Qadir Jailani? Naam, takrib. Takriban 25. Ini apa sanadnya, apa musalsalnya, silsilahnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 25. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Lagi kita akan mendapatkan doa, kemudian juga akan memberikan ijazah kepada kita semua. Semoga insya Allah dengan kedatangan beliau juga ini membawa barakah. Mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Mendapatkan asrarul anwar. Amin. Dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Sallallahu alaihi wasallam. إلى أنا شيخ أبي محمد العلي من جد الرسول صلى الله عليه وسلم. أبي مهون kepada beliau untuk membacakan doa. Tafadhol. Amin. هذه سلسلة قل له هذه سلسلة النسب الشريف. Ini adalah silsilah من جد نسبnya beliau سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. من عدنان نعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الى سيدنا عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني الى امين, الى محمد امين. ما شاء الله. امين محمد. امين محمد. الله يبارك فيك. امين امين. طيب انتم مين مين مولانا وكلني ان ادعو. امين. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. أمين. والمؤمنين والمؤمنات. أمين. الأحياء منهم والأموات. أمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته. أمين. ولا هم العلوم الدنيا والآخرة إلا فرجته. أمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أمين. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا. أمين. ولا تولي أمورنا شرارنا. يا رب. اللهم انصر المسلمين المؤمنين على أعدائك أعداء أعداء الدين. أمين. اللهم اذل الكفرة والمشركين أخذ عزيز مقتدر. أمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك رد جميلة. امين. اللهم يا لطيف والطف بنا بما جرت به المقادير. امين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. امين. واخرجنا من بينهم سالمين غانمين ارحم الراحمين. والله. امين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. يا رب. اللهم نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. يا الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين لنعماك يا ارحم الراحمين. الصابرين على بلواك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. امين. اللهم نسالك الجنه ومقرب اليها وقل الفعل وعمل, ونعوذ بك من النار ومقرب اليها وقل الفعل وعمل. يا رب. وثبتنا طاعتك ورضاك, وتوفنا على الإيمان الكامل. آمين. وكلنا الجنة بغير عذاب, واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه عليه الصلاة والسلام. واسقنا من يده الشريفة شربة دم الله بعد. يا الله. وتوسلين بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بجميع أولياء الله الصالحين بمولانا الشيخ ميمون الزبير يا ارحم الراحمين. يا الله. اللهم لا تخير رجاءنا بهم. يا الله. يا الله. عملنا بما انت اهل ولك عملنا نحن اهل بمحض الفضل من عندك. يا الله. بفضل محض الفضل من عندك. يا الله. اللهم ان لك ان لم نكن نحن اهل لذلك فانت اهل لذلك. يا الله. على ديني على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلال الشريف نبي الله عليه الصلاه والسلام شهيد الله ورحان ابن الباز عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والدينا والدينا مشايخنا مشايخ مشايخنا كافه الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين واهلي اجمعين اصحابي اجمعين امواتنا واموات جميع المسلمين ولمن نحن في اعتابهم ولاصولهم ولفروعهم كافه الدين عامه لهم نساب سوره الفاتحه. اللهم صل على محمد.
آمين. يا الله بمجدك يا الله جعل هذا المجلس مجلس المبارك. آمين. اجتمعنا هذا اجتماع مبارك. آمين. إرادة بعد هذا الإرادة مع عظيمة إرادة معصومة ولا أحد منا مظلوما ولا محروما بل نحن يا إلهنا اجعلنا منكم يا الله من الذين في جوارك يا إلهنا يا رب العالمين حتى نرى وجهك ومحيا وجهك لأحضر الله عليك رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.